وفي الكويت تتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج لليوم الثالث والأخير. قام سفير مصر بالكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالكويت بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وتتواصل أيضا عملية التصويت للناخبين بالأردن في مقر السفارة المصرية بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة. بدأ توافد المصريين بالأردن أمام مقر السفارة التي فتحت أبوابها في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للأردن، وتستمر حتى الساعة 9 مساء بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات. قدمت السفارة المصرية بالأردن بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيلات كبيرة للناخب حتى لا يستغرق وقتا، وكذلك لضمان سلامة العملية الانتخابية. وفي سفارة مصر بالجزائر يتواصل توافد الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم. قام سفير مصر بالجزائر بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بمواصلة تقديم كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في آخر يوم من العملية الانتخابية. كان اليوم الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالجزائر قد شهد مشاركة فاعلة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع. حرص الناخبون المصريون في إندونيسيا على اصطحاب أبنائهم معهم لسفارة مصر في جاكرتا، وذلك خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيمانا منهم بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي. أنا هنا في جاكرتا لي 11 سنة وجاي من كنت وسط الهبوط من بعيد وجايبه اولادي معايا لاجل مصر. انا جايه انتخب وانا فرحانه ومبسوطه ان انا جايه انتخب واساعد واشارك في الانتخابات، وان شاء الله